السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي الأعزاء، طلبة الصف الثامن، أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. درسنا اليوم بإذن الله تعالى قصيدة العلم كنز لمن أزرى به المال للشاعر العماني ابن ميداد الناعبي، وهو شاعر عماني، وهو أحد علماء أسرة آل ميداد التي ظهر منها كثير من العلماء والشعراء والأطباء. فالشاعر هنا يوضح لنا في هذه الأبيات قيمة العلم وأهميته للإنسان، موضحاً صفات العالم والمتعلم. ولكن في البداية هيا نقرأ الأبيات معاً. يقول الشاعر: العلم كنز لمن أزرى به المال، وحسن حال لمن ساءت به الحال. ما أشبه العالم المرضي سيرته بالنهر يجري وباقي الناس أوشال. فكن بعلمك عمالا تزد شرفا، لا خير في العلم إن خانته أعمال. ولا تدل به في الناس مفتخرا مباهيا، إن شؤم العلم إدلال. ولا تكن طمعا فيهم وكن ورعا عنهم، فإن هدايا الناس أثقال. وإن أتاك أخ للعلم مقتبسا، فلا يكن بك إعراض وإملال. العلم أوله مر وآخره عذب الشراب وصافي الماء سلسال. العلم لا يهتدي للنفع حامله، حتى يساعده قول وأفعال. العلم لا يحتويه غير مصطبر، قد ساعدته على التبكير آصال. مشمر لو ذعي عاقل فطن، له إلى شرفات العلم إرقال. لا يعدل العلم شيء عنده أبدا، كل الذخائر لا أهل ولا مال. من خلال عنوان القصيدة فكروا معي، ما الفكرة العامة لهذه القصيدة؟ الفكرة العامة هنا: العلم أغلى قيمة من المال. ويمكن أن نقسم القصيدة إلى 4 أفكار فرعية، وهي: البيت الأول والثاني، فضل العلم والعلماء بين الناس. ومن البيت الثالث إلى البيت السادس، صفات العالم الفاضل. والبيت السابع، خصائص العلم. والأبيات من البيت الثامن إلى البيت الحادي عشر، صفات طالب العلم. بداية، في هذا النص يحث الشاعر على طلب العلم من خلال مدح سيرة المتعلمين وبيان مكانتهم في المجتمع، كما أنه يوضح الأخلاق التي
يجب أن يتحلى بها المتعلمون، ولكن هناك بعض المفردات التي يجب أن نتطرق إليها، فتابعوني جيدا. كنز، الكنز هو أشياء ثمينة وغالية. أزرى به المال، قصر به المال عن بلوغ حاجاته. أوشال كلمة جمع ومفردها وشل، وهو الماء القليل الراكد الفاسد. لا تدل به، لا تمشي به متكبرا بين الناس. إملال ضجر وسآمة. سلسال عذب. آصال مفرده أصيل، وهو الوقت حين تصفر الشمس لمغربها. التبكير وقت البكور، وهو من صلاة الفجر وحتى شروق الشمس. إرقال سرعة السير. مشمر مستعد. لوذعي رجل ذكي سريع الفهم. ونبدأ الآن بالشرح والتحليل للقصيدة. يقول الشاعر أن العلم كالكنز، لمن كان قليل المال أو قصر به المال عن بلوغ حاجاته. فالعلم يعطينا المكانة العالية، والعالم دائما إذا كان محمود السيرة بين الناس كأنه نهر يجري ويتدفق ويعطيهم من الخير الوفير. أما الجاهل فهو عبارة عن ماء راكد فاسد لا قيمة له. فالعالم يزداد شرفا عندما يعمل بعلمه، فالعلم بلا عمل لا خير فيه، وآفة العلم الفخر والكبر. ومن آفات العلماء تعلم العلم لأجل التكسب فقط، وليس من أجل إفادة الناس. فالعالم يجب أن ينشر علمه لكل من طلبه، ولا يمنعه عن أحد. فطريق العلم في البداية صعب، لكنه في النهاية دائما تكون النهاية جميلة لطالب العلم. ولا خير في العلم ما لم يكن فعله قولا صحيحا وعملا نافعا. فالعلم يحتاج إلى صبر وتبكير في طلبه، ويحتاج إلى إصرار وذكاء وتعقل وهمة عالية من طالب العلم.
فالعلم لا يعدله شيء في الدنيا، فكل شيء ثمين يفنى، ويبقى العلم على مر الأزمان حتى يفيد الجميع. والآن نذهب معا إلى الصور البلاغية. العلم كنز. شبه الشاعر العلم بالكنز الثمين. ما أشبه العالم المرضي سيرته بالنهر يجري وباقي الناس أوشاله. شبه الشاعر العالم بالنهر الجاري في العطاء، وشبه أيضا الجاهل بالماء الراكد الفاسد الذي لا فائدة منه. استخدم الشاعر صيغة المبالغة عمالا. لماذا؟ للدلالة على المبالغة في العمل بالعلم. واعتمد أيضا الشاعر على أسلوبي الأمر والنهي للنصح والإرشاد. مثال على ذلك: فكن بعلمك عمالا، فكن بعلمك عمالا، أسلوب أمر للنصح والإرشاد. ومثال على النهي: ولا تدل به في الناس مفتخرا، أسلوب نهي للتنفير من الكبر. ومثلها: ولا تكن طمعا، ولا تكن طمعا، وكن ورعا، أسلوب أمر، هنا أسلوب نهي، وهكذا. وإن أتاك أخ للعلم مقتبسا. شبه العلم بإنسان له أخ. وأيضا تشبيه آخر: شبه العلم بالنور. العلم أوله مر وآخره عذب الشراب. شبه الشاعر العلم بالشراب المر في أوله والعذب في آخره. من هنا يتضح لنا أن الشاعر يدعونا في هذه القصيدة الرائعة إلى الأخذ بالعلم واكتسابه وطلبه من المهد إلى اللحد. وأيضا يدعونا ديننا الحنيف إلى الأخذ بالعلم واكتسابه في كل وقت وحين. وفي نهاية درسنا أرجو من الله العلي القدير أن تكونوا قد فهمتم ووعيتم الدرس جيدا، وأطلب منكم إجابة أسئلة الكتاب على هذا الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.